لهجة جديدة في خطاب أردوغان الأخير. نعم، في تصاعد، نلاحظ هناك تصاعد في أسلوب أردوغان، ولربما سيتصاعد هذا الأسلوب بعد مظاهرات اليوم اللي سيقيمونه في إسطنبول اليوم وغدا في أنقرة، لأن الحكومة والساسة لابد أن يأخذوا بالتطورات في الشارع التركي بعين الاعتبار، وأردوغان أيضا يمسك نبض الجماهير، لأن الجماهير يعني الغضب يسود الشوارع، يسود الميادين، وفي مثل هذا الجو لابد أن يساعد أردوغان أو يرفع مستوى الأسلوب أو مستوى التوقعات بالنسبة لإرضاء الجماهير. وهناك أيضا الرأي العام العالمي، مرة في تاريخنا الماضي تقريبا 50 سنة ربما حصل اتفاق في الرأي العام العالمي وفي الرأي العام التركي أن إسرائيل دولة قرصنة، دولة إرهابية. لا، تقريبا 400 قرار الولايات المتحدة لم تطبق، لا تلقى في العالم لا في التاريخ مثل هذه الدولة. ولذلك كثير من المحللين في تركيا يصفون إسرائيل لا دولة حقيقية ولا دولة متنقلة، يعني كدولة يعني لا، ليس لها جذور قوية في هذه الأراضي. ويتحدثون حتى العلمانيين أن يستسلم إسرائيل لقوانين الدولية ولكذلك لمبادئ الأخلاق ومبادئ إنسانية. في مثل هذا الجو يعني لا يمكن أن يتصرف أردوغان بشكل ثاني، لابد أن يستمع إلى الأصوات في الشوارع، وخاصة اليوم وغدا هناك مظاهرات عملاقة في إسطنبول وأنقرة. هذا الذي سيؤدي إلى التصاعد في الأسلوب. وكذلك بعض الوزراء أيضا قاموا ببعض التهديدات إذا استمرت إسرائيل بهذا الشكل، وسوف ينسحبون من المفاوضات في قضية المياه لإيصالها إلى إسرائيل. ولكن هذه الخطوات لابد من أن تترجم إلى الواقع، لأن تركيا التي هي تركيا نفسها تغذي إسرائيل في المنطقة. يجب أن لا ننسى هذا الأمر، لأنه لو لم تكن دولة كتركيا في المنطقة لما يمكن أن تعيش دولة إسرائيل في المنطقة. ولذلك الجماهير الساكتة مطالبة بالخطوات العملية وباتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف هذه الهجمة الشرسة ضد الإنسانية قبل أن يكون هجوما على المسلمين والإسلام في المنطقة. هذا ولذلك كل هذا يدل على أن هذا التطور طبيعي، ولا بد أن يخضع أردوغان لقوانين السياسة ولقوانين المجتمعات، والمجتمعات مطالبة بعقوبة إسرائيل مهما تكن ثمنه. ولذلك أردوغان مضطر أن تخضع لهذه المطالب. تحدثتم دكتور أوغلو عن خطوة عملية، هناك حديث عن خطوة قضائية تنوي تركيا القيام بها، ماذا عن جدية هذه الخطوة، ثم ما جدواها دوليا؟ أيوة، كل هذه على الأقل لها جدوى كبيرة بالنسبة لرفع مستوى الجماهير الساكتة التي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وبجانب جميع الشعوب المظلومة والمقهورة والمستعمرة. هذا أمر مهم جدا، هذا يعني بأن إسرائيل ليست دولة لا تقاوم أبدا. هذه ربما الآثار والنتائج النفسية الاجتماعية ربما أهم بكثير من النتائج السياسية، وخاصة في المدى الوسط ستكون لهذه المحاولة أثر كبير في نفوس المجتمعات المظلومة التي تعاني من الضغوطات السياسية من الداخل والخارج، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واحتلال العراق وأفغانستان وما إلى ذلك.
هذه المحاولة ستتسرب إلى السياسات أو إلى مرحلة المقاومة للسياسات الولايات المتحدة، في المرحلة الثالثة إلى المقاومة للسياسات الاستعمارية الأوروبية. يعني ربما ستتشكل هناك حركة عالمية أو عولمة المقاومة. إذا نجحنا في إدارة هذه الأزمة ربما بإمكاننا أن نخلق، أن نشكل على المستوى العالم بنهوض العالم الثالث مقاومة إنسانية عالمية شاملة للوقوف في وجه الاستعمار مهما كان مصدره، إما الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أوروبا أو الصين أو غير ذلك. ولذلك هذه المرحلة مهمة، لا بد من إدارة هذه المرحلة بشكل عقلاني وبشكل فني وبشكل تقني وبروح التطوع، بروح التضحية. أعتقد الأيام القادمة حاملة للتطورات العظيمة جدا جدا. بالنسبة للمحاولات القانونية، لا بد أن يتعلم المجتمع المدني في جميع العالم استخدام الوسائل السلمية، لا بد من استهلاك جميع الإمكانيات التي تقدمها لنا القوانين الدولية أو الداخلية. ولذلك هذه الخطوات كلها سليمة، وأصبح الإسلام في يومنا هذا يعني ليس إسلام مجرد الصلاة والصيام والحج والزكاة، ولكن الإسلام الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد من أجل تحقيق هذا الهدف. طيب دكتور أوغلو، بالنظر إلى الخطاب التركي والغضب الشعبي التركي أيضا، العلاقات التركية الإسرائيلية، بعض محللين قالوا أنها تعيش أزمة حقيقية، هذه العلاقات التركية الإسرائيلية إلى يوم